واخدنا يا السلام هزوا بنا العلم، زيدوا بنا القدام والخياب تدبت زيان. هبابا وعيط الله تصيب الله، هالحبيبة وهي قالوا لي درتي وانا شي ما درتو، وحق ربي المعبود صاحبي لفلتو. اي ما كان غير نشط هو الشط، هالنشط هو الشط، واعطيه العصير بكأسين كبير. نبداو يا سيدي على بركة الله، ما تنساوش يدعمونا كيف العادة بالاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وخلي شي تعليق يكون زوين في حالك. يلا ها سيدي، هذا يا سيدي واحد خونا تخاصم مع مراتو، المهم ناط بيناتهم قربالة، وهو يقول ليها جمعي عليا حوايجك، وما زالت ما كمل هضرتو وهي تصوني عليها مار في التليفون. وهي البنت كبرت الصوت وجلست كتهضر معاها، وهي تقول ليها امها رباكي حط لكي 100 مليون في البنكة باش تعاوني بها مع راجلك شوية على دوال الزمان. صافي يا سيدي، سالت الحديث مع امها وقطعت التليفون، وهي تدور لعند راجلها قالت ليه اسمح لي قطعتك على هضرتك، شنو كنتي باغي تقول لي قبيله؟ وهو بسخوط الوالدين يقول ليها لا والو، غير كنت باغي نقول ليك جمعي حوايجك وارايهم نصبنهم ليك. هادي يا سيدي واحد البنت خايبه مسكينه ما زويناش، قالت لصاحبتها عرفتي راه خطبني واحد ولكن العيب ديالو ديما سكران. وهي ديك المسخوطه ديال صاحبتها قالت ليها واش كتسنى هي المصيبه الكحله، وافقي عليه قبل ما يفيق ويهرب. ناري 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 شرشمت لها المشاعر. هذا يا سيدي واحد الراجل مشى للحديقه ديال الحيوانات، وهو يمشي وقف حدا القفص ديال السبع، وهو مسخوط الوالدين يدخل راسو في القفص، وهو داك الحارس شافو وجا كيجري لعندو وقال ليه واش نتا حمقى صاحبي مدخل راسك في القفص. وهو مسخوط الوالدين ديك الراجل جاوبو قال لي غيب شويه علينا يا صاحبي مالنا شفتينا غادي ناكلوه. قال لك سيدي هادي واحد الفاسية دخلت لواحد ستاسيون ديال ليسانس، وهي تقول لك السيد اللي خدام تما عافاك سيدي عمل لي واحد الأطيرة ديال ليسانس وجغمة ديال الزيت وشويوش ديال الماء. وهو مسخوط الوالدين داك الخدام مسكين مضوخة الشمس النهار كامل، وهو يقول ليها ما بغيتيش نعمل لك واحد الحزيقة في الروايد. هذا يا سيدي واحد الراجل عنده واحد الكلب حشاكم مشى للحديقة وداه معاه وكان جالس تما، وهي يا سيدي تدوز محداهم واحد المرأة، وهي تشوف فيه وبدات كتضحك وقالت لي واش كتعلمو الخيانة ولا هو كيعلمك الوفاء؟ وهو يشوف في هذاك الراجل ودار لها واحد الضحيكة وقال لها الا ما سكتيش غادي نحرشو على يماك يعلمك 400 متر حواجز. عافاكم اخوتي الله يخليكم، شي واحد فيكم يكون كيعرف شي طبيب ديال العينين، راه ما عرفت شنو وقع ليا هاد الايامات راني ما بقيتش كنشوف الفلوس. هذا يا سيدي واحد اتصل بالصديقه ديالو
وهو يقول لها أفين راكي، وهي مسخوطه تقول لي أنا راني في الرونج روفر الجديدة ديالنا مع بابا غادية، وهي تقول لي هو أنت فينك، وهو يقول لها أنا راني جالس في الكرسي اللي وراكي في الطوبيسية المسخوطة بلا ما تخلصي، راني خلصت عليك. ناري ناري مسكينة طيح لها النقشة، قصف جوي بري بحري. هذا يا سيدي واحد كان غادي بالسيارة ديالو، وهو يوقف واحد البوليسي وقال لي ممكن يا سيدي تعطيني الأوراق ديال السيارة، وهو ذاك الراجل يقول لي ما عنديش الشيف، وهو البوليسي يقول لي يلا يا سيدي أرانا غير برمي دابا، وهو ذاك الراجل يقول لي والله ما عندي، وهو ذاك البوليسي يطلب منه يعطيه الكونتاكت ديال الطوموبيل، وهو ذاك الرجل يقول لي أراني الشف كان ديماري غير بسلوكة، وهو ذاك البوليسي طلع له الدم وقال لي نزل يلا الله يغرق البابك الشقف نزل، وهو ذاك الرجل يقول لي وحل علي الشف راه الباب كيتحل غير من برا ما كيتحلش من الداخل، وهو ذاك البوليسي يطلع له الدم وشداتو الشقيقة مسكين في الراس، وهو يدور لعندو وقال ليه واسير عليا غير في حالك ولا راني غندير فيك شي مصيبة، وهو مسخط الوالدين ديال داك مول الطوموبيل قال له الشاف شد في الله يحفظك راه ما كتبغيش الديماري. المهم يا خوتي ديك البوليسي مسكين دخلوه في حالة هستيرية للطبيب محال واش يعيش. هدا يا سيدي واحد سميتو نادر، تزوج بوحدة سميتها نادرة، وهما يا سيدي ولدوا واحد الخنفوس وسماوه مهدد بالانقراض.